تقول هذا الحي الهون من عند كارفور ادرار، هذا ماشي الى الشياره، ماشي الى 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 شارع ديمي الى وراه، هذا ما فيه نقطه واحده فيها ما هو المبركات يشربوا عليها الحمير اللي هما هم اللي ساقين. حي كامل ماشي ما فيه ولا نقطه واحده من الماء، ما هم بالك شهر واحد تاجر يبيع لنا الماء باغلاها منه، ولما ما قدروا يتبرموا الحمار يتبرم ما خلصوا، ما يقدر يسامحوا ساعة لين يرجع يسامحوا. وذوك ما خالق مولانا مسيكين كل مضاعي جنت مولي ما جايب الوبريقة يقول لك أنا راك ما عندي باش مخلصك إلا أمشي عني لوقت آخر، كان نجبر خلاص والله نجبر من هالشيء. وإحنا هذا اللي هم اللي نشتغلوا عليهم، جينا هون البلدية وتكردنا على ذي الربيع هنا وكنا تقول له ما تحرك، ما طاح 500 حتى أحمر إلى طاحون قدام ما يسندوا معانا، وما دق يجيبوها له والله رواية يساعدوه بها، ما هي خالقة، خالق لك إلا تخلص خطتك. احنا نساقينا من المواطنين حاسنا ينسقوه ويقبضوا فضلتنا ونمشوا به، حتى الدوله ما هي معاونتنا باط بلا شيء يسوى شنو، لا دول حمير باط، احنا قاعد ندور لا دول حمير، باش نعاونوا باط مواطن. الحي مسيكين يشربوا المراك اللي موسخات اللي تراعي زاز وتاقين تتروا منهم، شو انا مرنقي هون على الراكور ندور مياه مرض. بيا لي المراك كل شيء يطيح فيها، شو مدقدق فويم، تراعي فيها كل شيء يطيح فيها ولا حتى اقفل باطهم وديورين. انقطاعاتهم دائما لازم الصيف يخلقهم الزمن انقطاعات، ويجي من الاوقات مولي عود ما متوفر حتى عود ما ممتين حتى، لكن سمعت الناس تجي هون دائما 10 15 مسيره هون تيا، ما فهمتوا؟ فهمتوا؟ اقول تعالوا من بعد ونحن هون تيا جاب لنا المشاكل دائما انقطاعنا الماء هون تيا، لكن سمعت؟ وي مضى نهارين ثلاثه اربعه ما جبرناها قاع ولا صباح واحد، لكن سمعت؟ والحياة هم كاملة تشرب الله منه هنا تياه على المبارك اللي الله الماء في الربيعين هون ينباع لنا البريقة 50 وقوية نمشوا بها نحن في ذاك الفترة نجبروا فيها 200، بها أن فترة الشتاء نجبروها ب 200 ومرة 250 ومرة قاعد تمها نطردها عنا كمان في المبالكة دائما، وكيف أنك نين تمشي مولي أنك دائما هون نين تمشي الماء هون الحمد لله ما ينقطع، وهنا دائما عندنا موقع واحد هو اللي نقيسه، عندنا الذي جاء قال وقفة حمود هي عندنا كاملين الحمير يجوا ما خالق رواية أخرى عنها. كان تلابي الحمد لله هون كثر مبالكات ولا تخلق قاح من الشغله كون كارفور ادرار شور وقفه حمود نحن فرنش نقصوه
قال لا وحدين يتم يكوسوني يجسبوا انا وهو في المبركه. شفت الماء هون قضيته هي الماء هو مبلوك هون برك حالا شفت ياك واك الرقب اللي ترى فيه والماء خرص هوك ياك الرقب اللي والماء ترى فيه الماء في قدها يجيبوه من الهي ما راك سمعت في من الاوقات ينقطع الماء قاعدين نعود ما ترى خالق نعود نمشي مولي نلقدوا له نعاون نجيبوه من شور ملاحيك ما راك سمعت من يعود جاي من شور ملاحي عين باع بألف وعين باع بألف زايد ما راك سمعت وكهر حاله ينباع ب 700 من 100 تو ساعة الماء ما خالق وساعة خالق ما شالوا هاي 300 قال في الشي بعد اللي فات من عاد الرقبه شوي صعبه والله ياك تراب لينا ينباع ب 400 و500 تو هكذا.